صباح الفل، صباح الخير عليكم كلكم. انا بحب اشكركم على التعليقات والاشتراكات للقناة، الحاجات اللي مفرحاني ومشجعاني اني اعمل كل حاجة. النهاردة هنعمل مربى التين، بما ان احنا داخلين على المدارس بقى ومحتاجين حاجات كتير عشان السندوتشات. فاحنا عندنا التين دلوقتي بقى حلو ولونه بقى جميل واسعاره كمان بقت مرتاحة. هنبدأ بقى نعمل المربى بتاعتنا. دول حوالي 5 كيلو من التين، زي ما انتوا شايفين كده اللون والتين مستوي خالص. هنبدأ الأول في تقطيعه، هنقطعه ونحط عليه السكر. طب احنا عندنا 5 كيلو تين، دول محتاجين كام كيلو من السكر؟ المفروض ان كل كيلو من التين له نص كيلو من السكر، يعني احنا معانا 5 كيلو المفروض ليهم 2.5 كيلو من السكر، دول اكتر شوية من ال5 كيلو. هنبدأ نقطع قطع صغيرة خالص علشان تبقى معايا لما تستوي حتت صغيرة خالص، تبقى سهلة عليا في الأكل وإن أنا أحطها في السندوتشات عشان ما يبقاش فيها عسل كتير يبهدل الدنيا. الأول هنبدأ نقطع في الحاجة اللي احنا ايه مش هنسوي فيها، هنقطع في حاجة عشان بس تبقى واخدة معانا مساحة نقدر نقلب عليه السكر بتاعه. دلوقتي الحلة دي احنا غسلناها بالصابون اللي احنا عملناه مع بعض. طيب انا هشتغل فيها كده على طول؟ لا. طب انتوا عايزين تقولوا ان الالومنيوم ده مش صحي، ازاي اتخلص من اي حاجة ممكن تكون موجودة نتيجة عملية الغسل اللي انا عملتها؟ ممكن اجيب معايا منديل وابل المنديل ده نقطة زيت، ولما ببل المنديل من نقطة الزيت بقدر ان انا امسح بيه الحلة بتاعتي من جوه، اي حاجة موجودة من اثر المادة وانا بقى اغسل كويس بتطلع معايا في المنديل. اعمل الحركة دي مرة واثنين وثلاثة لحد ما اتأكد ان خلاص الحلة بتاعتي بقت نظيفة خالص ما فيهاش اي حاجة، وممكن اشطفها تاني بالمية كمان مرة. ممكن نعمل الحركة دي في اي حاجة عايزين نعمل فيها اكلة، بس هي تكون الومنيوم واحنا يعني شاكين انها ممكن تكون مش صحية. لما بنعمل الحركة دي بنتخلص من اي رواسب من المادة بتاعت الالومنيوم كانت في قلب الحلة زي ما انتوا شايفين كده. ناخد منديل برضو تاني ونبل كمان مرة من الزيت ونمسح كمان مرة. الحركة دي دايما بعملها لما اكون مضطرة اني استخدم حاجة الومنيوم في الاكل. انا عموما بفضل الاستانلس دايما في الاكل لان الاستانلس صحي وعملي عن اي حاجة تانية. بعد ما اتاكدنا ان الحله بتاعتنا خلاص دلوقتي نظيفه شطفناها كمان مره، هنبدا نقطع معانا التين. انا بعد كده هنقله من الحله دي احطه في حاجه بلاستيك لاني هحتاج ادخله التلاجة ساعه او اتنين. بحاول على قد ما اقدر اخلي القطع دي قطع صغيره علشان ما اضطرش ان انا اضرب بعد كده المربى دي لما تستوي في كبه او حاجه، لا انا بحبها كده تبقى قطع وهي بتتاكل تبقى قطع كده. احاول اقطع كل الكمية قطع صغيرة. طيب بعد ما اخلص بقى الكمية دي كلها احط عليها السكر بتاعي واحاول اخلي كل التين المتقطع اللي عندي يكون متغلف في السكر علشان ينزل العصارة بتاعته. العصارة او المية اللي هتنزل منه دي هي دي اللي هو هيستوي فيها، انا مش هحط مية تاني خالص. بعد ما انتهينا من تقطيع كمية التين اللي عندنا كلها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، يمكن كمان هي في التصوير باينة اكبر، هنبدأ نحط عليها السكر. هنبدأ بقى نحاول ان احنا نقلب كمية السكر كلها على التين بالطريقة دي بحيث ان القطع دي تكون متغلفة كلها بالسكر علشان تنزل مية او عصارة منها، بحيث ان هي دي اللي انا هسوي فيها التين، مش هحط مية خالص وانا بسوي التين. هسيبه مدة ساعتين ثلاثة، والله من انجح المرات اللي انا عملت فيها مربة التين
كنت بسيبه من بالليل للصبح في التلاجة بالسكر كده. زي ما احنا شايفين كده. هناخد بقى التين ده كله نسيبه المدة اللي احنا هنسيبه بقى. ممكن لو المطبخ بتاعك درجة حرارته كويسة ممكن تسيبيه برة حبة تدخليه التلاجة، وده اضمن طبعا. هندخله التلاجة وبعد ما نخلص ونطلعه هنوريكم طريقة التسوية. بعد ما حطينا الحلة بتاعتنا بالتين في التلاجة بقالها حوالي 6 ساعات، شايفين دلوقتي المية اللي نزلت منه عبارة عن عصارة. دي هنسوي فيها التين بتاعنا، مش هنحط اي مية تاني دلوقتي. بقى هنحطه على النار وناخد بالنا كل شوية نيجي نتابعه نقلبه نشوف كده هو بدأ يغلي ولا ايه. زي ما احنا شايفين دلوقتي المربى بتاعتنا بتغلي، وكل العصارة اللي حواليها دي هي المية اللي نزلتها، احنا محطناش اي مية خالص. هنفضل بقى نتابعها كل شوية لحد ما نحس ان هي خلاص بدأت السائل بتاعها ده يقل وبدأت تستوي كده. خلاص وصلنا لدرجة التسوية المظبوطة للمربى بتاعتنا. سيبها بقى تبرد شوية وبعد كده هنعبيها، مش هنسيبها تبرد خالص، هنعبيها وهي درجة حرارتها اكتر من الدافية شوية علشان تخرج لي الهواء اللي في البرطمان، ودي تكون طريقة الحفظ بتاعتها. احنا شايفين بقى دلوقتي المربى بتاعتنا باردة شوية اهي، يعني لسه يدوبك دافية. شايفين هي اول ما طفيت عليها كنت حاسه ان هي لسه فيها يعني ايه زي السيره وكده. شوفوا دلوقتي خلاص بقت لفه حلوه خالص جميله. يعني هنبدا نحطها في البرطمان وهي دافيه علشان السخونه دي هتخلي البرطمان بتاعي يبقى مقفول قفله محكمه، وهو ده السر في ان احنا لما بنشتري اي برطمانات من بره بنيجي نفتحها في البدايه بتتفتح معانا بصعوبه، لان ده بضغط الهواء البخار اللي هيطلع هو اللي هيقفل الغطا ويخليه متربس خالص. هنبدأ نحط الغطا ونقفل جامد وننظف بقى البرطمان بتاعنا من بره كويس. لو حاولنا نفتح الغطا هنلاقي الغطا مقفول جامد، وخصوصا لو استنى يعني لما تبرد خالص هتيجي تفتحي الغطا تحس ان هو مقفول على الاخر. هي دي بقى التركه بتاعت التخزين بتاعت المربى. انا لا حطيت لا ملح ليمون ولا حطيت ليمون علشان ما اغيرش طعم المربى، انا بحب طعمها زي ما هي كده. حابه تحطي شويه مكسرات، جوز هند، زبيب، براحتك. الحاجه اللي في امكانياتك انت تحطيها حطيها، لكن حكايه الليمون بقى وملح الليمون هي اصلا مش محتاجه ماده حافظه. الحاجه اللي بتحفظها لي هي البرطمان الازاز والقفله بتاعته دي، وكده كده انا هحطه في التلاجة. والبرطمان اللي تاخدي منه وتفتحيه تاخدي منه بمعلقه تكون ناشفه مش مبلوله، وتخلصي البرطمان ما تفتحيش برطمان غيره لما ده يخلص علشان هو كده يبقى محفوظ. لو حاسه ان انت مش هتقدري تحافظي على المربى بتاعتك ومحتاجه فعلا لماده حافظه، ممكن تحطي ربع معلقة ملح ليمون او نص معلقة على حسب الكمية اللي انت عاملاها، تحطيها بس في اخر غلوة بتاعت المربى. وشكرا لكم على المتابعة.